يوم خلينا نشوفكم. بدت شفتوها؟ ايه دكتور؟ طبعا ماشي ماشي، نتوكل على الله. البيرسوناليتي، البيرسوناليتي من المواضيع جدا مهمة، وتفوت تفيدكم في أكثر من جانب، الجانب الطبي والجانب الاجتماعي حتى الجانب الاقتصادي. باكر عقبة إذا خاف تعرف الطب وصير تاجر ممكن تفيدك. قبل كل شيء لازم تعرف شنو معنى البيرسوناليتي. البيرسوناليتي is indurable pattern of behavior، يعني اكو فد شيء صلب ثابت من السلوك الشخصي، من السلوك، سلوك ما لها علاقة بالثينكينج، ما لها علاقة بالايموشن. اذا اكو فد شيء له علاقة بالسلوك، اكو سلوكيات معينة هي انت تتبعها ما تقدر تغيرها، تنمو وياك من نعومة اظافرك الى ان ما وصلت اليه حاليا. فهذا endurable، احنا نسميه endurable pattern، نمط معين راسخ ثابت في تركيبتك، ولهذا يسمى personality، الشخصية. وطبعا إذا أعطيكم أمثلة على الشخصية كثيرة، يعني ممكن تتقسم، يعني اكو قسم من عندكم قلق، احنا نقول شخصية قلقة، دائما يتوقع السوء، من يريد يدخل للامتحان يرتبك ينخبص، يهز جسمه، يهز رجله، يهز ايده، يجرجر بشعره، يلعب بشواربه، يلعب حواجبه، يسوي فد حركات مو طبيعي. مثلا من يقرأ ينود، رايح جاي، شلون اليهود من يقرون التوراة، إلى غيرها من الأمور. أو شخصية متشككة، دائما عنده أفكار غريبة، يسلط الضوء على نفسه بأسئلة غريبة، مثلا يقول الله وين موجود؟ زين إذا موجود وين قاعد؟ كلام غير منطقي، احنا نسميها أفكار غريبة. مثلا واحد يقول الدجاجة من البيضة لو البيضة من الدجاجة، ويبقى يفكر بها طول عمره. أو يكون عنده شخصية وسواسية، كأن يكون دائما عنده فكرة بذهنه السيطرة عليها، وهاي الفكرة تعطيه سلوك معين، كان يكون هاي الفكرة انه دائما ايده وسخة مو طاهرة نكسة، وكل شوية يروح يغسل ايده وهو متأكد ايده نظيفة، ويرد مرة اللخ يغسلها، او يشيك الباب مفتوح لو مسدود، يسد الباب ويقفل الباب، ورا ما يقعد شوية يرجع الباب يتأكد من عنده هل هو مسدود لو بعده مفتوح، ويتأكد مرة ثانية وثالثة ورابعة. احنا نسميها الشخصية الوسواسية. أو مثل ما تصير عندكم أنتم الطلاب، يقرأ أول صفحة ثاني صفحة ويتذكر أول صفحة شبيهة يرجع عليها يقرأها، ويمشي بالصفحة الرابعة والخامسة ويرجع الصفحة الأولى يقرأ. إذا المواضيع كثيرة لا حصر لها من السلوكيات، لكن بشكل عام إن شاء الله نعطيكم إياها في المرحلة السادسة. الأمراض اللي تخص الشخصية، اضطراب الشخصية اللي احنا نسميها personality disorder. إذن من نقول personality disorder is deviant of endurable pattern of behavior. إذن personality هي endurable pattern of behavior، في حين ال personality disorder أو اضطراب الشخصية هي ديفيانت، انحراف اوف durable pattern. بشكل عام اذا من نريد نحكي على الشخصيه، نقول كل عندنا صفات معينه من الشخصيه،
يعني عندنا القلق وعندنا الوسواس وعندنا التفكير الشاذ مرات يصير، وعندنا التفكير العاطفي، وعندنا التفكير النرجسي الحب الذات وغيرها. فلكن هل ما هو الطاغي على شخصيتنا هو اللي يحدد شخصيتنا؟ من الطاغي؟ التفكير الوسواسي، السلوك الوسواسي، سلوك انه يوميا اني لازم اغسل ايدي 10 مرات، اذا لزمت شيء معين او اتاكد من الباب 5 6 مرات مقفول له لا، هذا صفة طاغية من السلوك هي اللي ترسم ملامح شخصياتنا. حتى ندرس البيرسوناليتي لازم نفتح، اكو عندنا بعض النظريات اللي تفسير الشخصية، اختارينا من عندها، طبعا هي نظريات كثيرة بحدود تقريبا 30 نظرية تفسر الشخصية، لكن المهم من عندها السايكو اناليسيس بيرسبكتيف ثيوري والهيومنستيك بيرسبكتيف ثيوري والتريت بيرسبكتيف ثيوري والسوشيو كوجنيتيف بيرسبكتيف. هذا اللي راح نركز عليه، نشوف شنو الآلية اللي يشتغل بيها السايكي مالتنا، النفس مالتنا، في رسم البيرسوناليتي. الحقيقة نركز أكثر شيء على الهيومنستيك والسايكو أناليسيس البيرسبكتيف ثيوري. السايكو دايناميك بيرسبكتيف ثيوري، هاي صورة فرويد، هذا واحد من اللي يعتبر غير وجه التاريخ، سيجمويند فرويد. هو أصلا فيسيولوجيست، عاش بفيينا، لكن بعدين اتجه إلى نمط جديد من التفكير والدراسة اللي هو السايكولوجي، واكتشف نظرية السايكو أناليسيس بيرسبكتيف ثيوري. فرويد بشكل عام نظريته تتمحور على 3 أجزاء رئيسية، اللي هي سايكو أناليس ثيوري. الأول نقطة الرئيسية هي الانكونشس مايند، العقل أو الباطن اللاواعي، العقل الباطن، والسايكو سكسوال ستيج، التطور السايكو سكسوال ستيج، والديفنس ميكانيزم. هذا 3 أشياء بحث بها فرويد. نجي نحكي واحدة واحدة. الانكونشس مايند او اللاوعي هو عباره عن ريزرفوار of the most unacceptable thought, wish, feeling and memory. يعني مع انه هذا الكلام جدا عميق ومركز، لكن يحتاج الى وقفه من الشرح. اللاوعي مالتنا هو عبارة عن خزين ومستودع كبير لكل الأشياء اللي نفكر بيها، من أفكار، كل رغباتنا، كل مشاعرنا، كل ذكرياتنا من عمرك 0 إلى هسه، كل هاي ميموري موجودة في اللاوعي. يعني أنت ذاكرتك من كنت عمرك 3 أشهر موجودة حسب ما توصلوا لها بعض العلماء، ذاكرتك بالمدرسة من أول يوم من رحت للمدرسة، من قابلت، شنو الأحداث اللي مرت بك، كلها مخزونة في ذهنك، بس في منطقة احنا نسميها اللاوعي، unconscious mind. إذا ماكو شيء يتبخر، ماكو شيء يروح هباء، هو مخزون، لكن هنا شو وقت يطلع شو وقت الطلعة، هاي تبقى مهمة أخرى وموضوع آخر. إذا حتى نفسر، حتى نقول
الانكونشس مايند او اللاوعي مالتنا هو كل شيء غير مقبول من الافكار، من الرغبات، من المشاعر، من الذكريات، احنا موجود في اللاوعي. ليش نقول ان اكسبتابل؟ لانه ما نقدر نعبر عليه. يعني انت مثلا يصير عندك فيلينج، خلينا نقول تحب الجيران، بالجيران مرأة أكبر من عندك قد يكون مستواها يختلف عن مستواك، هي مستواها عالي وأنت مستواك طبيب مثلا، صرت طبيب بين راتب بعد. فتشوفه غير مقبول فتكبته، تخليه في عقلك الباطن هذا الفيلينج. ذكرى معينة، فد يوم أنت تمشي بالشارع ولزموك اثنين دقوك دقة وبسطوك مثلا، زين هاي ما تنحكي، بسطة غسلوا لي بس مثل ما يقولون. قبل هم تروح عن acceptable memory، يصير حدث معين، ثوت فكرة تجيك، خلينا نقول جدتك في اليوم انت قاعد جدتك فكرة انه انت تسافر وتهاجر وما ادري شنو، لكن تعرف انه هاي الفكره اذا تحكيها لاهلك راح تلاقي معارضه، اذا هي ان اكسبتابل ثوت، فتكبتها تبقى مخزونه في ذهن. اذا everything is an acceptable thought, wish, feeling is stored in the part of the mind is called unconscious. قبل ما أحكي على unconscious لازم فرويد قسم النفس إلى بطريقتين. الطريقة الأولى structural mind اللي topographic mind. شنو structural mind؟ structural mind الذهن قسم إلى conscious و unconscious، الوعي واللاوعي، وخلى بيناتهم area بسيطة نسميها subconscious mind، يعني هي المنطقة الفاصلة بين الوعي واللاوعي، وهاي احنا نشعر بها خصوصا عند اليقظة من النوم أو حال ذهابك للنوم، منطقة من يرتخي وينشل يصير باراليسيس بالوعي مالتك، وتريد تنام وتدخل في نوم الوعي مالتك يبدي ينشل شوية شوية، هاي المنطقة احنا نسميها subconscious mind. إذن structural mind ممكن نقسمه إلى conscious و unconscious، هذا تقسيم. التقسيم الثاني اللي قال عليه فرويد هو التوبوغرافيك، قسم المايند إلى ثلاث أجزاء، اللي هو إد آيدي، إد والإيغو والسوبر إيغو. شنو اللي هي الإد والإيغو والسوبر إيغو؟ نحكيها بعدين بالتفصيل. الفري أسوشيشن، أكو طريقتين حتى أخترق اللاوعي. شنو الطريق اللي أني أذي أنت أني أريد أخترق اللاوعي مالتك؟ سين منكم، خلينا نقول سين من الطلاب، ما طرح علي موضوع وأنا أريد أخترق الوعي اللاوعي مالته وأعرف بأي طريقة يفكر، وشنو هي الكونفليكت، شنو الأكسبتابل فيلينج، شنو الأكسبتابل ويش، شنو الأكسبتابل أنأكسبتابل أقصد الثوت الويش الفيلينج الموجودة اللي جاني بها المريض يعاني. لازم أسوي وبها طريقتين، يعني الطريقة الأولى free association والdream analysis، أما الطريقة الفري association التواصل الحر أو تفسير الأحلام، وهاي نجي عليها واحدة واحدة، شلون نفسر الأحلام وشلون نسوي الفري association. الفري أسوشيشن يعني لما أنا أتواصل وياك مع ذهنك بدون بارير، بدون حواجز، أنت ما توصل يعني توصل
في التعبير عن ما في داخلك بطريقة فري، بدون قيود، بدون تخلي لك أي اعتبارات دينية، سياسية، اجتماعية، أدبية، أخلاقية إلى غير ذلك. تحكيها كما هي، كما أنت تفكر بها. هذا احنا نسميه free association. سابقا كانوا الفري association يسمونه under انستيزيا، او سيداتيف دراجز، يطون سيداتيف دراجز يطون للمريض ويبدي الانكونشيس. يعني انتم تتخيلون شلون الكونشيس فوق والانكونشيس جوا، تتخيلون هالشغله الليفل مالت الكونشس اللي هسه انتم كلكم قاعدين امامي ودا تسمعوني، هذا يسمونه الوعي او الشعور. هذا كونشس. جوا بالضبط يصير الانكونشس. الانكونشس حتى انا اطلع الانكونشس، شي يصير لازم اسوي باراليسيس للانكونشس، للكونشس، اخدر، اضعف الكونشا، اضعف الوعي مالتي. يعني دخلك بحاله شلون قريبه الى حاله النوم، اللي انت شلون نعسان وتريد تنام والدقائق وثوان وتشوف نفسك نمت وورا شويه قاعد تقول لك انت نايم 8 ساعات 10 ساعات. هذا نشل الكونشس مالتك. من ينشل الكونشس نسوي باراليسيس للكونشس بدراجز، راح يطلع الانكونشس مالتك يكون معرض مكشوف امامي. فابدي بالكويشنير، بالاسئله اللي هي دائما تكون اسئله اوبن كويشن. اكو نوعين من الاسئله، يعني اكو كلوز كويشن واكو اوبن كويشن. الاوبن كويشن مثلا هسه انا اقول لك شو اسمك، راح تقول لي فلان ابن فلان ابن فلان، اسم ثلاثي مالتك، وينتهي الامر. بس اكو سؤال اعطيك اياه، ها، واحنا هذا العراقيين يمكن نتعامل بيه هواي اكثر من اللازم. تقول له شكو ماكو، من تقول له شكو ماكو يبدي شي يجي به ذهن اللاوعي يطلع يقول لك والله ماكو شيء غير اخبار الكورونا وغيره، وانا الكورونا يبدي لك يحكي على هذا الموضوع الساعه اللي هو مسبب له ان اكسبتابل فيلينج. وضحت الفكره؟ المهم انتم تعرفون شنو الكونشيس وشنو الانكونشيس. الكونشيس هو الشعور والوعي، والانكونشيس هو اللاوعي او العقل الباطن. حتى نوصل للانكونشيس لازم ندخل بالافري اسوسيشن. الافري اسوسيشن هو التواصل الحر. احنا فرويد اجى بطريقه الاسئله، بطريقة الريليشن شيب مع المريض، قدر يتواصل مع المريض بحيث الانكونشس مايند يطلع من كيفه. هاي سماها فري اسوسيشن. وهاي اكو حادثة صارت، اعطيكم اياها باي باس. فرويد عنده استاذ، كان استاذ درس بالفسيولوجي وهم بعدين درس سايكولوجي، اسمه تشاركوت. شاركوت عنده زوجة ويحبها كلش، وشاركوت طلع من فيينا راح لباريس ويدرس بباريس، يعني عنده عيادة بباريس ويشوف مرضى. وطبعا هناك أغلب العيادات النفسية كانوا ما حد يروح لها إلا أبناء النبلاء والأغنياء والبرجوازية العاليين يروحون يتعالجون. شاركوت متزوج ومستقر بحالته وزوجته يحبها، عنده علاقة حب كبيرة. سمع فرويد باستاذه انه تزوج احد المريضات، حبلة واحدة مريضة وتزوجها.
طبعا فرويد ما تعبر عليه هي السالفة. شنو هي الحالة النفسية اللي يمر بيها هذا الشاركوت الأستاذ العظيم العالم بالسيكولوجي اللي خلاه يترك زوجته اللي هي عنده علاقة حب معها طويلة، وراح يتزوج لمريضة. بدأ يدرس الحالة، توصل إلى أنه الفري أسوسيشن، اللي صار توصل إلى أنه بالفري أكو فد شيء اسمه ترانسفرنس. اسمه شيء ترانسفرنس. شنو الترانسفرنس؟ الترانسفرنس هي العلاقة اللي علاقة الثقة، the confidence between a relationship between patient and doctor. العلاقة اللي تكون بين الطبيب والمريض، احنا نسميها ترانسفيرنس. وممكن هاي العلاقة تكون بوزيتيف ونسميها بوزيتيف ترانسفيرنس، وممكن تكون نيجاتيف والنيجاتيف ترانسفيرنس. الترانسفيرنس اللي صار اتشاركت هو من نوع البوزيتيف، بحيث وصلها الى هذه المرحلة. اذا فرويد اكتشف شيء يصير بين الطبيب والمريض، وطبعا هو هذا الشيء مو فقط بين الطبيب والمريض، ممكن بين أي شخصين معينا تربطهم علاقة مهنية، كان يكون أستاذ والطالب، كان يكون مدير عام وموظف. واضحة؟ هاي العلاقة من تكون بوزيتيف ممكن تتطور إلى تتحول من أوبراتيف ترانسفيرنس، من علاقة مهنية عملية، إلى emotional transference، إلى تتحول إلى علاقة عاطفية. وأنتم سامعين هو قصص، مثلا طبيب تزوج سيستر ممرضة، ما سامعين بها هواي؟ أو مدير عام تزوج السكرتيرة مالته، سامعين بهيج قصص لو ما سامعين؟ هاي الترانسفرنس فرويد اكتشفها ووضع على حد سماه كاونتر ترانسفرنس، انه كيف يوقف هاي يصير عنده. وانتم تشوفونها في حياتكم العملية، اذا تتذكرون مثلا اذا من شنو الطفل وتتمرض وين يدزونك؟ طبيب اطفال، مو صحيح؟ تتعالج، صحيح لو لا؟ والدك او والدتك تثق بهذا الطبيب، بحيث تقول ايده عافية، كل ما اوديه رأسا يطيب الدكتور. بس انت كبرت، صرت رجال، بعدش تقول لك ابوك يقول لك او والدتك تقول لك روح للدكتور الفلاني، هو زين اذا خير وشافي بابا هذا كان طبيب اطفال، هسه انا طبيب باطنيه يحتاج كبير لازم اروح لا لا لا، هذا افضل احسن لك. لانه ليش؟ لانه دخلت بالترانسفرنس، فلازم يصير كاونتر ترانسفرنس. عموما الفري اسوسيشن من مشاكله يسبب لنا الترانسفيرنس. فكان شاركوت يسوي فري اسوسيشن، تواصل حر، اللي هو ما كان يعرف انه هو اكو شيء اسمه تواصل حر. وحده من عندها سبب له الترانسفيرنس، وعلى اثرها تزوج شاركوت هاي. اذا وحده من مشاكل الفري اسوسيشن هو الترانسفيرنس. النقطة الثانية دريم أناليسيس. أحيانا أنت ما تقدر من المريض تطلع الانكونشس مالته كله، تلجأ لمن؟ إلى الدريمز، إلى تحليل الأحلام. شنو هي الأحلام؟ الأحلام كل شيء ان اكسبتابل موجود في حياتك، من ثوت، من وش، من فيلينج، من ميموري، من ايفنتس، من سين يصير في ذهنك،
I cannot doing in the awareness and cannot doing expressed in the unconscious. ما تقدر تعبر عنه في شعورك، ما تقدر تعبر عنه في وعيك. راح يطلع عندك بالنوم، بالدريم. يعني مثلا شخص من عندكم سين من الناس يريد يتزوج، يريد يتزوج، بس هاي الصوت اللي عنده وجاية وش صارت، صار عندك فيلينج، يصطدم بالواقع. أولا ما عنده إمكانية، خلينا نقول، ثانيا ما لاقي له بنت الحلال، ثالثا بعد من كل متطلبات الزواج ما مهيئة له، بس هي تبقى صوت موجودة، تعتبر ان اكسبتر، ما يقدر يحكي لابوه، ما يقدر يحكي لامه، ما يقدر يحكي لاخوه، تبقى هاي الثوت والفيلينج والميموري على فكرة الزواج موجودة في ذهنه. من يروح ينام تطلع على شكل دريمز، تاخذ اشكال مختلفة، وبعدين نحكي لكم اياها. هاي مو على طريقة تفسير الأحلام مع ابن سيرين، مو ابن سيرين يفسر الأحلام على طريقة تفسير، لا. إذا الدريمز أناليسز من نريد نفسرها، نفسرها على الايفنتس اللي هي ان اكسبتابل تو ذا expressed in conscious، اللي هي غير مقبولة بالتعبير عن الوعي. وضحت الفكرة؟ لو صعبة صارت. دكتور تقدر تعيده؟ شنو؟ الدريمز؟ الدريمز؟ والله دكتور الدريمز. الدريمز أولا نقي ثقافتك، أولا أنه الدريمز هو مو تنبؤ بالمستقبل، تنبؤ موضوع آخر إلى ناس والله مصطفيهم به. الدريمز هو تعبير ان اكسبتابل wish or thought which cannot or cannot you expressed in the conscious mind، بالوعي مالتك. كل أفكارك، كل رغباتك، كل مشاعرك، كل الميموري مالتك، إذا ما قدرت تعبر عنها في واقعك، في واقع الحال اللي أنت عايشه بالوعي مالتك، راح تطلع ورا ساعة ساعتين من تنام بدريمز. وضحت الفكرة هسه لحد هنا وياها؟ والله دكتور ماشي، نعطيك مثال. أنت عندك رغبة أنه تتزوج، وهذا الموضوع ماخذ من تفكيرك، وعندك فيلينج ووش، لكن هاي ما تقدر تحكي بيها، ما تقدر بيها تقول لأهلك، لأنه غير مهيئين سواء ماديا أو اجتماعيا، أو أنت ملاقي لك مثل ما يقولون البت الحلال اللي تقترن بيها. إذن صارت acceptable أو unacceptable؟ صارت unacceptable، غير مقبولة أنه تحكي بها، تحكي بها، لأنه راح يسكتونك، يقولوا لك اسكت بابا، اسكت وقعد راحة، ولا تلعب مثل ما يقولون بذلك، أنت بيا حال، اهتم بدراستك، احنا نكون نفسنا، نشوف لك، نرتب لك شقة، ماديا نساعدك إلى كذا، نشوف لك بنت الحلال. نعم ماشي، يعني فإذا انت ما قايلها فتتوقع هذا لها، فصارت انا اكسبتبل هاي الفكره مالتك، صح لو لا؟ ايه دكتور صحيح اذا بقت عندك انت ما معبر عليها بالوعي، زين، انت مخك يبقى يسولف بيها بالوعي، ها انت قاعد صافن ويا نفسك وتتخيل نفسك ليش ما تتزوج، وعندك رغبه للزواج وما ادري ايش، لكن ما تقدر تحكيها لانه تصطدم بواقع معين انت حسب كل شخص معين. فشي يصير من تروح تنام، راح تحلم
هذا الحلم مالتك عبارة عن موزايك. شلون هاي السجادة اللي تشوفونها بالصورة، أشكال مختلفة متناثرة على قنفة، على كرسي، على صورة، على لون، متخربطة. هسه تقول لي شلون هاي تعبر على انه هاي تعني الزواج؟ لا لا، الها هسه بعدين نحكي عليها. لكل شيء ان شاء الله بالتفصيل شنو يعني. اذا راح تحلم حلم معين، هذا الحلم المعين هو اللي يعبر لك عن الاكسبتابل، يعبر لك عن الأشياء اللي فكرت بيها بالنهار وانت بوعيك واللي ما تحققت، راح تعبر عنها بالنوم على شكل دريمز. وضحت؟ بس احنا الدريم اناليسيس is another method for analyze unconscious mind. يعني إذا إحنا قلنا free association هي طريقة من طرق analyze أو explore the unconscious، والdream analysis هي الطريقة الثانية. دائما interpretation is manifested and latent content of a dream. يعني أنت من تحلم أكو فات سايكل بالسليب اللي هي تقريبا 90 دقيقة، وأكو بث سايكل شيء اسمه رابيد اي موفمنت، لما عينك تقوم تتحرك سريع. بهذه الفترة كل الدريمز يطلع. يعني مثلا في هذه الصورة فيميل في وضع أو فات شيء وحش فوقها أو قريب عليها، الجو كله مظلم، سواد، اكو فد هورس، فد هورس، يمكن صورة هورس مو موجودة. هيد اوف هورس موجودة دكتور، موجودة ماشي. بلاك هورس هاي الصورة. هسه من تقول لي دكتور حافظ شو تفسر هاي شنو هاي تفسر هاي الدريم، اقدر افسر لك اياها بكل وضوح. شنو معنات لكل معنى، لكل شكل، لكل لون. نرجع على الدريمز. يمكن الدريمز يستهوي الكثير من بعضكم، لكن احكي باختصار. اكو فد شيء بالدريمز، اكو فد استعاره نسميها سمبوليزم، رمزيه. المخ مالتك من يروح من دائما يجد استعارات للاشياء، تستعير شيء ويقابل شيء اخر. وأكو شيء ثاني بالدريمز احنا نسميه كوندنسيشن، التكثيف، تركيز الأحداث بشكل مكثف. يعني حدث ممكن انت تحكيه بصفحة واحدة، تقدر تسويه بكلمة واحدة او تعطي رمز معين. وضحت الفكرة؟ وأكو لاتنت بيريود، اللاتنت بيريود اللي هي اللي ما تتذكر أنت من الدريمز. إذن أكو فد ثلاث أشياء بالدريمز. من نريد نشرح الدريمز، السمبوليزم، الكوندنسيشن، واللاتنت بيريود اللي هي اللي نحكي الكونتنت بالدريمز. يقول لك والله أنا قد حلمت، شو من اقعد اريد احكي شو 10 دقائق. نعطيكم مثال على دريمز. خلني نقول واحد لا سمح الله عنده والده متوفي،
جيد صحيح. هذا والده متوفي، اتذكر والده، اتذكر مثلا تعبه وخناقه وشقاه ومكافحته وطيبته وديانته، كلها اتذكرها، يعني شريط من الذكريات اللي احنا نسميها ميموري خلال مسيرة حياته وياه. جته في ذهنه رأسا، فكر بيها بعدين. نعم، من نام كل واحد، احنا بثقافتنا الدينية كل واحد يتمنى الموت عشان الجنة ولا النار. جنة دكتور. اكو واحد يتمنى النار، مثلا الواحد قريب عليه. ذلك اذا كيف تكون الجنة في ذهنك في ثقافتك؟ زين دكتور، شيك شغلات زينة موجودة بها. يعني خلنا نجي على الألوان، أيهما أحب لك، اللون الأخضر أو الأصفر؟ الأخضر دكتور. الأخضر ليش؟ الأصفر دكتور. اللي يمثل الطبيعة، جمال الطبيعة، الخضار يعطيك فد نفس مريحة إليك، ولهذا ما يشوفون يأخذون الجزء الوسطي اللي يلبسون عمليات، هاي يقول لك حتى مريح يلبس أخضر. اللون الأصفر يمثل الخريف اللي هو دائما موت الأوراق وذبولها وغيرها، مو صحيح؟ أكو فد. إذن هاي إحنا نسميها رمزية، سمبوليزم. إذن أول شيء سويته أنت سمبوليزم، إذا اختاريت رمزية معينة، أنه ما تتمنى لوالدك المتوفي لا سمح الله أنه هو في الجنة، والجنة لازم تعطيها رمز، فيكون الرمز إذا بديت أنه أنت استخدمت الرمزية. وكأنه إنسان طيب ورقيق ولطيف وزين وإلى آخره، راح تلبسه؟ تلبسه أسود لو تلبسه أبيض؟ أبيض دكتور. أبيض ملائكي، لون ملاك الملائكة، أي مو دكتور. صحيح؟ ها، أي دكتور. يعني هاي ثقافتك راح يطلع. إذن تقول والله أنا حلمت بابويا كنا قاعد بمنطقة خضراء ولابس أبيض بأبيض، زين يصير عندك. إذا أنت سويت كوندنسيشن وسمبوليزم، وضحت الفكرة؟ نجي على هاي الصورة، خلينا نفسرها. يلا، من يقدر يفسرها؟ دكتور الإحسان مشمول بالتفسير؟ وحتى الإطار مشمول بالتفسير، حتى اللون الأحمر الخفيف ذاك همات مشمول. ها، صعبة مو؟ لا دكتور ما بيشي. يلا احكيها، أو ما بيها شيء. ما بيها شي دكتور. هو انكونشير يجيك فكرة انكونشياس وراح تحلم بيها، اذا هي ما راح تتحقق راح تحلم بيها. اوقف اوقف دقيقة دقيقة، شنو فكرة انكونشس؟ لا ما في فكرة انكونشس، اني اكسبتابل ثوت، انا اكسبتابل دكتور، اي هاي باللاوعي عبر عنها راح تحلم بيها دكتور. شلون تحلم بها؟ شلون مثل ما هي ما تحلم بها، لازم تصير بها رمزية، لازم بها احنا كونسنتريت. بالصاير مثلا هو يقدر يتزوج، راح يحلم انه راح يتزوج. بالصيف، بالصيف شو يحلم؟ يحلم نفسه بجهنم فرن قاعد، مو ممكن يجوز نطفي المباردة. طف المباردة. عموما احنا اذا نعم، مثلا ربما تكون هذه مرأة، يعني كتفسير معين
ربما تكون هذه مرة تعرضت مثلا خلال فترة معينة أو خلال النهار مثل ما تفضل الدكتور بالكونشيس مايند، ممكن تعرضت إلى مجموعة من الأمور البشعة، مثلا قد أحد ضربها، قد أحد هانها، قد أحد هددها، قد ممكن عانت من مجموعة من الأمور القاسية. لذلك هاي الأمور بقت يعني كأنما ثوت، تمام، انخزنت بالانكونشياس مايند، كأنما هي بقت مكبوتة، ما تقدر تحكي هاي الأمور، تمام. ماشي ثم كويس هاي الأمور تظهر لها على شكل أحلام، فيعني لما نامت، تمام، تقول مثلا، يعني هي من تحكي الحلم لأحد معين أو بصورة عامة هو يعني هسه الحلم. مثلا نعم 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 هسه احنا مو هيك شيء فسرنا، اجتك مريه قالت لك اني كنت لابسه ابيض ها وواقع وده يم نازله لجوا وشعري من جوا واحس وحش فوقايه ها ايه ومناك حصان والدنيا ظلمه واني مثل الفاقد الوعي ها انتي شو تقولي لها؟ شو تقولي لها؟ شو تفتهمين انه شو تريد كانت بالوعي المرة هاي؟ كانت تعني بالوعي؟ دكتور يقدر نقول عاجزة؟ انت حتى من تقول لك دكتورة اني دا احلم حلم دائما هذا الحلم دا يجيني كابوس هذا دا يجيني ها؟ مثلا، هاي نعم، الصورة دا توصف لك هاي الصورة صورة مثلا امرأة مثلا دكتور خلي يعني اعطيك اعتقادي. مثلا اللون الابيض اللي لابسته نقدر نعتبره انه هي كمثلا كشخص زين، او مثلا هي يعني انسانه طيبه او زينه، وكانما هذول اللي داير مدايرها هذا الشكل اللي يشبه الوحش ممكن يكون شخص او عدو مثلا بحياتها، ويجي مثلا كابت على نفسها او هيك شيء. اما بالنسبه لايدها مثلا كانما ايدها ما تقدر تسوي شيء، يعني الايد مثلا هيك قايله، هذا يعني صعب تقريبا يحركها، فيعني تقريبا ايضا ما تقدر تسوي اي شيء، يعني شلون مثل ما هو كابت على نفسها. يعني اما نقول هذا نعم مستسلمة نعم مستسلمه، نعم. اما اللون الاسود اللي داير مدايرها هو اعتقد يعني مثلا ربما يعني يرمز الى حياتها، ايش قد ظلمه، ايش قد ماكو تفاؤل، ايش قد يعني شلون اقول disappointment، ماكو شيء عندي تتفائل بيه. اللون الأحمر ما أعرف، يعني ما أدري بعد شنو، عموما يعني تقريبا نعم هيك، يعني تقريبا الصورة توضح مجموعة من الكوابيس حتى لو راودها الحلم أكثر من مرة. حسب اعتقادي إنه هي يعني نتيجة تعاني بالكون، يعني خلال النهار أو خلال أيامها مجموعة من الأحداث الأليمة، لذلك هذا يعني تكون عندها بالأنكونشيس هذا الحلم. كل زين جيد عاش عموما ولو هو كل هذا اللي تفضلت بعيد عن التفسير الحقيقي لهذه الصورة دكتور، إيه؟ بس نعم دكتور، هاي تفضل لوحة النايت مير، أتوقع هذا الحصان هو شو اسمه، مثل شلون الرمز يعني الفلكلور مال الكوابيس، يعني هم فليكلور يعني هو الفنان هو مسوي بحيث انه هو مو الفنان وانما صاير رمز ذاك الوقت، انه الحصان هو شو اسمه يعتبر في الدلالة للكوابيس، وهذا هنا الوحش هو يعتبر شلون unconscious mind، يعني حاطين الحصان انت بمفهوم الحصان مثلا نقول لك انت اشتريت سيارة قوتها 100 حصان 150 حصان اشتريت لامبرجيني قوتها 700 حصان شو يرمز الحصان هنا للباور قوة ايه اذا لما اعطتك صورة الحصان وبهاي النظرات مالته وقطت رمز المن السمبوليزم قطت رمز للقوة صح؟ صحيح. الرمز الثاني للحصان هو الفحولة الذكورية خصوصا بهاي النظرات مالته الرمز الثالث للدريسنج مالتها
الأبيض لابسته هو للعاطفة والحنان، العاطفة والحنان. الرمز الثالث للوحشية أو اللي إحنا الإيذاء، يعني هذا وحش راكب على صدره، واقف على صدره، مو صحيح؟ دكتور. يريد يؤذيه، يريد يسبب سادزم إلها، إلى إلى ألم إلها. مو هو اللون الملائكي والحنان والعاطفة اللي هي لابستها والرقة، ها؟ ومقابلها فوق العنف والسادزم، يعني هذا الوحش ما راح يكون لطيف وياها، راح يكون سادي يعني عنيف. طريقة وضع الفيميل بطريقة الاستسلامية هي إرضاءها، رمز لقبول هاي الوحشية وقبول هاي الفحولية. إذن اللون الأسود ممكن يعني الدليل على أنه الحزن، دليل على أنه الليل، دليل على أنه الأشياء الكئيبة المزعجة اللي تعاني من عندها. إذا جمعت هذه الصورة إيش راح تصير عندك فكرة من خلال الرمزية؟ ما أنت مريضة تقول لك والله دكتور أنا كنت أحلم نايم على السرير. دكتور يعني هاي قصدك مرضيا يعني؟ لو قصدك كحالة يعني مريضة، حالتها مريضة. مريضة احنا نريد، احنا نحكي علم نفس هسه، نريد تسوي تحليل، لحذا الحلم. يعني هسه حالة سليب هاي صار عند سليب باراليسيس هسه. احنا المريض مو قلت لك من يجيك، احنا فسرنا اللاوعي معناتنا، اللاوعي هو ان اكسبتبل، ان اكسبتبل، ابقوا تذكروها، ان اكسبتبل ثينكينج فيلينج ايموشن ثوت ايديا ميموري اللي ما تقدر تعبر عنها بواقعك الحالي. هاي المرأة عندها فيلينج ثوت ايموشن ما تقدر تعبر عليها بالوعي مالتها وبالواقع الحال مالتها. راحت نامت، حلمت هيك، حلمت نفسها انه على سرير وشبه مشلولة واكو فت حصان واكو فد وحش يستخدم السادزم وياها. انت من شرحت لك هذا الحلم، شو يصير كطبيب؟ شو يصير عندك قناعة انه شنو هي هاي الثوت؟ مو احنا هي استخدمت الرمزية كلها، ما قلت لك اياها، انا كسبت، ما تحكي لك اياها الثينكينج مالتها. اي دكتور، ف in brief حتى لا اخبصكم بها، this is brief, this is female need sex. اي دكتور. بس هي كحالة أتوقع أثناء النوم مالتها يعني أتوقع عندها كان عندها ديسبنيا أو ديبنيا. نعم ديسبنيا، مو هي شاي، مو هي ما تقول مو هي ديسبنيا ساين. أنت تشوفها وتفحصها، هاي كومبليتلي تشير على أنه إن باراليسيس فيز أو أي دكتور. نعم عموما نترك هذا الموضوع، طويل. إذن psychoanalysis is a process of free association, is like chain of thought. يعني فكرة جر فكرة جر فكرة lead to painful embarrassing unconscious memory. Once this memory are retrieved, that is a treatment. يعني بالunconscious mind احنا شلون نعالج؟ يقول لك شلون تعالج بالتحليل النفسي. التحليل النفسي
انه هو عباره عن مجموعه افكار، وقلنا الافكار شنو هي ترتبط، انه ان اكسبتابل، وهي عباره عن سلسله تسبب لك الام، الام الام اذا عبرت عنها، تسبب لك احراج، احيانا احراج من تقولها، مثلا والله انا تقول قد يكون انت تحب وحده من المحرمات عليك، كان يكون وحده من الزوجه تحبها انت متعلق بها، وهي مره من الزوجه عندها اطفال وانت متعلق بها، فهذا احراج لك. يقول اذا تحكيها قدام العالم يقول لك ما تستحي، ما عيب عليك، وانا اخلاقك وين دينك، انت تحب لك مره من الزوجه يعني، ونتيجه هذا الحب شنو، تعوف رجلها وتعوف جهالها وتعوف بيتها وتجي عليك فتسكت. اذا هذا painful and embarrassing unconscious memory تبقى بهذا. لكن انت من تسترجع هاي الافكار، من تسترجع هاي الافكار وتطلعها من اللاوعي وتخليها بالوعي راح ترتاح، راح ترتاح، مع انه يصير عندك لوم، لوم احيانا لوم نفسك بسبب ثقافتك الاجتماعيه، ثقافتك الدينيه، يصير عندك نوع من الجلت فيلينج، شعور بالذنب. اذا لكن هذا فتره ايام ويروح، لكن بشكل عام شو اسمه انت ترتاح. احكي لكم على احدى الكيسات اللي كنت اعالجها بالسايكو اناليسيس حتى نفسر هاي الامور، الامور كلها اللي هسه يقول لك انه البروسيسنج اوف تري اسوسيشن كود بي بانفول اند امبارسنج، يعني مؤلمه ومحرجه لكن هي موجوده باللاوعي. اذا بقت باللاوعي هاي البينفول السبب انه اعراض نفسيه، اعراض نفسيه كان يكون فانتينج، انت واحد تموع روحه وتوقع، كان يكون شل رايكر يعني رجفه بالجسم، كان يكون فير خوف، خوف دائما، توقع السوء، يصير عنده توقع انه في يوم من الايام يحدث له مكروه الى غير. لكن من يطلع الانكونشس ميموري، هاي الانكونشس ميموري اللي هي قلنا عليها بينفول وامبارسينج، راح المريض ويرتاح وتروح من الأعراض. نعم من يعبر عنها بالشكل الوعي مالته يعاني من guilt feeling، يعاني من اللوم النفس blaming، يلوم نفسه، وبعدين فترة وتروح. إحدى الكيسات اللي كانت تراجعني كانت امرأة تشكو من قلة النوم، وكان عندها خوف ودائما توقع السوء يحدث لها، واحيانا توقع تفقد الوعي، تموع روحها مثل ما يقولون، تبقى حوالي ربع ساعة نص ساعة يذبون عليها ماي، يقعدونها يشيكون ضغطها، يلقون الحابوط، يشربونها عصير، سوائل، ما شنو، تصحى ويصير رجيف بجسمها يعني تويتشنج بالعضلات، تشل احنا نسميه، يصير عندها حماوة بجسمها فلاشنج، يصير عندها غاستريك ابسيت، معدتها تتخربط، تحاول تصير عندها فوميتنج، يصير نوزيا اند فوميتنج. وهنا النوزيا والفوميتنج هم لها احنا بالسايكو اناليسيس كل ساين تعطينا هم سمبوليزم، هم ناخذها على شكل يعني مثلا وحده من الاشياء اللي من يقول لنا المريض يعني يصير عندي اني نوزيا اند فوميتنج، معناته احنا ريجكت وات يو ثينكينج ان انكونشسلي، يرفض يريد يرفض الشيء، يطلعه من داخله فيسوي يبدي على شكل سوماتيك. المريضة أكثر من مرة تحكي
مع أنه حديثنا وياها ما يعني الترانسفيرنس ما كان كلش بوزيتيف قوي، فدائما من تتحدث وياك ومن تسأل سؤال منتصف الطريق الإجابة تحاول تسألك هي سؤال، يعني مثلا تقول لها أنت ما تنامين نومتك شلونها؟ تقول لك دكتور والله هي زين زين، أني متعودة كل يوم أنام بالوحدة بالثنتين أسهر، ما عندي شيء، مع أنه بالبيت ينامون بالعشرة، بس أني متعودة أبقى لها نفسي موبايل وما أدري شنو تلفزيون وهاي، ليش دكتور هو هاي التأخر من النوم شيء صحي لو مو غير صحي؟ شوف أثناء حديثه من حكت وياك سألتك سؤال، إحنا نسميها قلت لك ليش دكتور هذا التأخر بالنوم شيء صحي أو غير صحي، خلنا نفترض هي جاوبة سألت سألناه وكان هذا جوابه، مجرد هذا السؤال اللي سألته أثناء إجابتها يصير يتبادر للمحلل النفسي لازم انه يعرف انه هاي ريزيستنس كيس، ما تريد تجاوب على الاجابه الحقيقيه والصحيحه. احنا مثل الفنانين، انتم سامعين بالفنانين من تقول له ايش قد عمرك شو يقول لك الفنانين رأس يبادرك يبادر ما يعطيك اياه، يبادرك بسؤال اخر حتى يتهرب من الاجابه، حتى يتهرب من الاجابه يبادرك شنو بسؤال اخر، احنا نسمي هاي ريزيستنس كويشن، يعني هاي تعطيك انطباع للمحلل النفسي انه يخفي ما وراء اجابته شيء اخر يجب انه تبحث عنه. اذا قدرت تطلع بالفري اسوسيشن تقدر تطلع، وإذا ما قدرت إذا ما قدرت تبدي بالدريم أناليسيس. خلال حديثنا أكثر من مرة أنا سألتها سؤال، قلت لها أنت، هي طبعا امرأة كبيرة يعني بالعمر، قلت لها خلال فترة الزواج ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شخص آخر؟ طبعا انت احنا نسميه close question، واضح اي او لا هذا السؤال بعد ما داخلين المريض، انت لازم تفهمه من خلال اجابته، من خلال تعابير وجهه، من خلال الآي مالته، حركة الآي مالته، حركة الإيدين مالته، وتشوفه هل هو لاير أو نوت لاير، يعني يكذب أو لا. إذا قال لك لا بطريقة معينة من الحركة بالإيدين بالوجه بالنظر تعرف أنه هذا كذب عليك، وإذا قال لك ياه لا بطريقة معينة أخرى بحركة الإيدين والوجه نعم تعرف أنه هذا صادق لك. المهم عموما في هذه الحالة مالتنا المريض قالت إيه نعم أنا مرتبطة، أنا حسيت رأسا أنه دخلت بالفري أسوشيشن بعد ما أحتاج دريم أناليسيس، ما أحتاج دريم أناليسيس لأنه سويت طلعت الانكونشيس مثل ما يقولون رأس الشليلة، وبدينا نتحدث على هذا الموضوع بالتفاصيل. ماشي، هاي باي ذا واي حتى أذكركم بها. المايند هذا اللي احنا ناخذ ريست، ناخذ ريست ماشي، ناخذ ريست شويه وبعدين نكمل الباقيه ماشي، يعني من بقية المحاضرة. نعم.
كيفك دكتور هذا؟ شو وقت ينجي دكتور؟ يعني فات 10 دقائق. 10 دقائق هذا دكتور، 10 وربع إن شاء الله موجودين. ماشي يعني.